هل يجوز للأم أن تمنع أبناءها من رؤية أخيهم؟ هل هذا من قطيعة الرحم؟ لقد تم طلاق أمي من أبي، اختار الأولاد الإقامة مع والدي. أمي حصلت على حكم بحضانة إخوتي الصغار وقامت بتنفيذه بالقوة على عكس رغبتهم، وهما ولد 10 سنوات وبنت 14 سنة، وقامت بحبسهم في بيتها ومنعت أبي من رؤيتهم والاتصال بهم، كما قامت أمي بمنعنا من رؤية إخوتنا وقطع الاتصال بيننا ولو بمكالمة هاتفية. فهل يجوز لها ذلك؟ أولا، إن صح ما تقولي، وصحة الوقائع مسؤولية من ينقلها، المفتي أسير المستفتي، أسير ما يقدم له من وقائع. إن صح ما تقولين يا أمة الله فإن هذا لا يحل، فليس للأم ولا لغير الأم أن تمنع أبا من رؤية أولاده، ولا أن تحمل أولاده على التقاطع والتهاجر فيما بينهم. كل هذا مسطور في كتابها، ستوقف بين يدي ربها لتسأل عن ذلك كله. سيخرج لها ربها يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا، ثم يقول لها: اقرأي كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أما نصيحتي، أنصحكم أن تبروا أمكم وأن تصاحبوها في الدنيا معروفة رغم كل الذي فعلت. لقد قال ربي جل جلاله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كما أنصحكم أيضا بعدم طاعتها فيما يتعلق بالقطيعة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انصحوا لها برفق وأكثروا من الدعاء لأنفسكم ولها، وتحينوا أوقات الإجابة، والله المستعان.